علاقة طردية تربط الانتهاكات بتواجد الميليشيا، فإنما تواجدت الأخيرة فقدت الحياة المستقرة وتحول المدنيون لضحايا انتهاكاتها. تهجير المدنيين من مساكنهم أحد أنواع الانتهاكات التي تكرر الميليشيا ممارستها، بالرغم من أنها سلوك داخل لم يعرفه اليمنيون من قبل. ففي تعز فقط وخلال ما يقارب عامين، تعرض العديد من سكان مناطق عدة للتهجير القسري، تقاسمتها مناطق الريف والمدينة، منها منطقة غراب والوازعية وثعبات وكلابة، ومنطقة ظبي العبوس التابعة لمديرية حيفان، وصولا لقرية الصيار الواقعة جنوب مديرية الصلو، حيث تعرض ساكنوها لعمليتي تهجير كانت الثانية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تأتي عملية تهجير سكان الصيار في الوقت الذي تشهد فيه عدد من قرى الصلو قصفا عشوائيا وعنيفا بالمدافع وصواريخ الكاتيوشا، فضلا عن مواجهة عنيفة بين المقاومة والميليشيا. كان آخرها وبحسب مصادر في الجيش الوطني الهجوم الذي شنته الميليشيا على مواقعهم في الصيرتين، وتمكن الجيش من صدها وتكبيد الميليشيا خسائر فادحة. وبعيدا عن ريف محافظة تعز، سقط صاروخا كاتيوشا أطلقتهما الميليشيا من أماكن تمركزها في حيفان بالقرب من وحدة صحية وجوار مخيم للنازحين في سوق طور الباحة التابع لمحافظة لحج، فيما سقط ثالث في منطقة البيضاء شمال المديرية.